تو بس يعني صبي في النص بس بيت انسى ايش صبي في النص بسم الله الرحمن الرحيم. صفة سالم عبد السلام القماطي المنسق الإعلامي لمكتب النشاط المدرسي درنا. انطلقت مسابقة العدو الريفي اليوم لمرحلة التعليم الأساسي والمتوسط ببلدية درنا، وكانت المشاركة من معظم المدارس مشاركة جيدة، حيث تحصل المدارس على ترتيب، وكانت المشاركة قيمة بإذن الله، وإن شاء الله حتكون مشاركة في الأيام القادمة على مستوى البلدية، ونتمنى التوفيق للجميع وبارك الله فيكم. الطالب عبد الحميد حاتم الجرفي. عبادي عبادي عاود عاود بس عبادي عطيني وسط مفتاح عدم التارقي، رئيس وحدة الرياضة مكتب النشاط المدرسي درنا. اليوم بحمد الله وفضله أتممنا مرحلة التعليم الأساسي من الثانوي والابتدائي والإعدادي، سواء على مستوى البنين أو البنات. بهذه المناسبة نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة من شباب الهلال الأحمر أو من الجهات الأمنية بصفة عامة، كذلك نشكر منسقين التربية البدنية على مستوى المدارس مدينة درنا، كذلك لا ننسى كل الموظفين بمكتب النشاط المدرسي ورؤساء الوحدات بالمكتب المدرسي بالمكتب النشاط المدرسي بمدينة درنا. ننوه أن هذه هي البداية الأولى، يليها البداية الثانية، حيكون للأوائل الترتيب للمتحصلين عن الترتيب الأول والثاني والثالث. المشاركة حتكون على مستوى البلديات، ثم ومن ثم حيكون المشاركة على مستوى ليبيا. نتمنى التوفيق لكل من ساهم في هذه التظاهرة. تحياتنا للجميع، والقادم بإذن الله أفضل وأحسن.